انطلاق الثورة الشرقية في مضامين التعليم الإسرائيلي. هكذا ارتأى الإسرائيليون وصف قرار وزير التربية والتعليم نفتالي بنت القاضي بتعزيز ثقافة اليهود الشرقيين في المدارس الإسرائيلية، وهو ما رأوا فيه خطوة نحو التغيير. هذا مهم، فكما نتعلم عن الاشكناز وعن المحرقة يجب أن نتعلم عن الطرف الآخر أيضا. أعتقد أن هذا سيثري التلاميذ، الأمر رائع، لكن يجب عدم التركيز على هذا لوحده، هناك طبقات اجتماعية أخرى يجب التطرق إليها. خطوة تأتي بعد استنتاجات قدمتها لجنة خاصة حول الموضوع، وأوضحت فيها أن على جهاز التربية والتعليم الإسرائيلي البدء بتعليم قصة اليهود الشرقيين ابتداء من قدوم اليهود من الدول العربية إلى إسرائيل، وصولاً إلى الأعمال الأدبية والموسيقية التي شهدتها البلاد مع مجيئهم. وبناءً على هذا ستحتوي البرامج الدراسية على مواد تعنى بشؤون اليهود الشرقيين. أنا لا أريد أن أصف هالخطوة كأنه إشي ثورة من نوع، لكن كيف ما قلت خطوة هامة، ويجب أن الجهود تستمر في هذا الاتجاه. وفي إطار هذه الجهود بلورت وزارة التربية قائمة تضمنت 12 مصطلحاً على كل طالب إسرائيلي معرفتها، وتتضمن قائمة الأحداث التاريخية والمواضيع الحضارية، وثمة مواضيع أخرى ستدرس كالحركة الصهيونية السرية في العراق والثقافة الحاخامية لليهود الشرقيين وغيرها من المواضيع. يشكل اليهود الشرقيون الذين هاجروا إلى إسرائيل من أفريقيا، آسيا، وفي الأساس من الأقطار العربية والمغرب العربي أكثر من ثلث اليهود في إسرائيل، لكن اليهود الغربيين هم من استأثروا في النفوذ السياسية والاقتصادية، وقرار وزير التربية والتعليم يعني اعترافاً بالفجوات القائمة والتي رافقت مسار إسرائيل. في بداية الأربعينات والخمسينات كانت هناك تفرقة وعنصرية ضد اليهود العرب الذين أتوا وتدفقوا نحو إسرائيل بمئات الآلاف، وكانوا يعني ضعفاء من الناحية الاجتماعية والمادية، ولكن مع السنين كثرت اليهود العرب بدأوا يعني يأخذون مناصب رفيعة في دولة إسرائيل، والآن أنا كيهودي عربي أطالب بحقوق. صحيح أن الدراسات المختلفة أشارت إلى التقريب، لكنها في الوقت ذاته لم تنكر استمرار الانقسام العرقي بين اليهود الغربيين والشرقيين، ورأت فيه الخطر الذي يهدد وحدة تماسك الإسرائيليين. وفي محاولة لتغيير ذلك، ها هم رؤساء الجاليات اليهودية الشرقية يجتمعون في محاولة لمنع استمرار الإجحاف بحقهم والعمل لبناء متحف يقولون إنه يوثق تاريخهم. من تل أبيب، تماضر ملحم، الحرة.